يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يظهر في بعض الأغنام في نحرها أو تحت أذنها يظهر ورم يحتوي على خراج وقيح، هل هذه الشاة التي يكون فيها هذا لا تصلح أضحية أو عقيقة؟ المريضة البين مرضها كما في الحديث لا تجزي، فإذا كان مرضها بين يصل هذا باللحم فلا تجزي. نعم.